طيب هستكمل الكلام مع حضراتكم وحلقتنا النهارده من خلال وجود اتنين من نقاد الرياضيين الكبار حقيقه، استاذ انور عبد ربه واستاذ ممدوح فهمي. يعني واحنا بنتكلم على القلم والقلم دائما من خلال كتاباتهم من خلال ارائهم ونقدهم المحترم، اكيد هيبقى النهارده حلقه مميزه جدا من خلال تواجدهم. اخويا طبعا وصديقي الجميل استاذ انور عبد ربه، برحب بيك استاذ انور. اكبرك ايه بابا بقى؟ لا اخويا اكبرك ليه؟ اكبرك ليه؟ أيوة. انت زي الفل اهو، جميل شياكه حبيب. ايضا اخويا وصديقي برضه استاذ ممدوح فهمي، وعشره طويله نور حبيبي يا كابتن، ربنا انت منور. ربنا يخليك كابتن محمد، لسان طيب منورنا. طيب هو حلقتنا يعني بدايتها هتكون زي ما انا ابتديت، وحديث الساعه. طبعا انتوا مش هقول لكم ان دايما لما بيبقى في حديث في المجال الرياضي ده اللي بنبتدي بيه اي حاجه، اي حلقه الحدث يعني. الحدث اللي هو اللي حصل دلوقتي الكهرباء. رايك استاذ انور في نقطه ما حدث لكهرباء وما سوف يحدث من وجهه نظرك مستقبليا، لو عندك يعني رؤيه في النقطه دي؟ والله يعني بالنسبه للكهرباء لازم الاول نمسك الخشب بس عشان ما نكهربش. ماشي بدايه كده، بدايه يعني. لكن الحدوته بتاع الكهرباء بالاول خالص كان فيها اخطاء كتير، يعني اخطاء كتير. بمعنى ايه؟ اللفه اللي هو عملها عشان يتنقل من الزمالك للاهلي كانت يعني فيها بعض الريبه يعني، او مريبه ما هياش طبيعيه يعني. عشان انا اروح احترف في نادي بره وبعدين ارجع عشان ارجع على الاهلي وكده، لو اتعملت في ظروف عاديه كانت هتبقى ماشي كده. لكن هو المشكله ان هو عملها بس عمل ساب مشكله مع النادي اللي كان فيه الاول. ظروف عاديه ازاي يعني؟ هل قصد حضرتك دي مقصوده يعني ان هو كان يعمل كده، ولا الامور جت بمحض الصدفه ان هو الراجل طلع البرتغال وبعد كده جه على النادي الاهلي، ولا ايه؟ لا 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 وضح لي النقطه. لا اوضحها لك. لا اعتقد دي مش مقصوده، مترتبه مع اداره النادي الاهلي. انت شايفها كده؟ شايفها مترتبه كده ان هو هيرجع هيطلع ويرجع على النادي الاهلي على اعتبار ان هو يعني ابن الاهلي وعايز يلعب في الاهلي تاني بعد ما لعب في الزمالك فتره او كده يعني. طيب نقف عند النقطه دي. وهل النادي الاهلي اللي دائما عنده الامور القانونيه وفكره ان انا عارف انا بعمل ايه، انت عارف حضرتك النادي الاهلي أيوة، هل تكون فاتت عليه نقطه ما سوف يحدث للكهرباء في حاله زي كده؟ ان هو عنده مشكله وفسخ عقده ده غير سليم، وبالتالي ان هيتعرض للوقف في وقت من الاوقات. لا مش عنده مش عنده معلومات او مش عنده يعني درايه باللوائح او كده، لكن ممكن ما كانش يتصور ان هي هتوصل لان تبقى في غرامه كبيره بالشكل ده. يعني انت بتتكلم في 2 مليون وشويه دولار، الدولار كان ساعتها غير الدولار دلوقتي، وساعتها كمان كان قليل. لسه دلوقتي هتخش في 60 65 الف مليون مليون جنيه مصري. فالمساله خرجت عن كل حاجه، عن كل المقاييس. فهو دلوقتي انا سمعت كلام طبعا الخبير استاذ طلال، طبعا كلامه كله منطقي ومقنع، يعني ما ينفعش يتزود عليه يعني، لان هو قال المساله كلها، قال ان المساله يا يدفع يا مش هيلعب، يا يدفع للزمالك فلوسه يا مش هيلعب، يعني يتقسط، لو وافق الزمالك يقسط له يقسط، ما وافقش يبقى مش هيلعب برضه. كون الست اشهر خلصوا وبيجدد له ست اشهر تاني برضه مش هيتنوا، ما يلعبش لحد ما يدفع. او يبقى الحل البديل، كنا بنتكلم انا واخويا ممدوح يعني في المساله بره، الحل البديل ان الاهلي يشوف له بقى يعني، ما هو مش هيلعب برضه، لا يشوف له بقى فرقه من فرق الناشئين يخش يدرب خلاص. انت قصدك يبطل؟ ما هو هيبطل لو ما لعبش، لو ما دفعش الغرامه، وهو مش هيدفع الغرامه وما يقدرش. والاهلي لو انت قصدك ان الكهرباء بيقترب من الاعتزال، قولها يعني لا ما ده قصد حضرتك بالشكل دوت. يبقى هو يقترب بالاعتزال، لان الاهلي لو مش هيفكر اصلا ان هو يدفع له الغرامه. طيب يبقى انت لو من كهرباء تعمل ايه؟ ما انا زي ما قلت لك كده ان انا يعني اتكلم في الاهلي مع اداره الاهلي في سكه ان انا ابقى مدرب مساعد في فرقه ناشئين، مدرب هنا مدرب هنا، أنا اسلك السلك التدريبي عشان اذا كنت عايز اكمل في وسط الكوره. لكن مش هتنيني قاعد العب مباريات حبيه. طب والله سؤال يعني برضه سؤال دلوقتي حلو قوي. لو كهربا حب يشتغل في الكوره جوه الاتحاد المصري لكره القدم بعد ما مثلا زي ما انت بتقول كده، هل الفلوس دي هتفضل موجوده وبالتالي ايه يعني
بتطالب بيه يطالب بيه نادي الزمالك؟ مش هيطالب، ما اعتقدش هيطالب. ما هو ده برضه اصل هو هيبقى مقيد في الاتحاد مثلا في عمل اخر، ولكن في كره القدم برضه ده برضه لازم نعرفه. سيدي ممدوح رايك في موقف كهربا؟ اولا كل سنه وحضرتك طيب، والاستاذ انور والزملاء في الاستوديو وفي القناه كلها وفي مصر كلها شعبا وقيادتا وعلى كل الناس، كل سنه طيبين. هقعد انا مكانك وتقعد انت مكاني، اسالك سؤال، الاهلي عاوز كهربا؟ عايز دلوقتي؟ لا بصفه عامه. في حاجه ليه قصدك؟ نو نو، الاهلي عاوز كهربا؟ الاهلي محتاج كهربا؟ محتاج. الاهلي محتاج كهربا؟ عمل ايه الكهربا؟ مش بتاعته. لا لا بتاعته. انا عاوز كابتن محمد فاروق. صح؟ تمام. مع احترامي هروح لاخر الدنيا واتوسط واكلم فلان واوسط حتى اداره الزمالك. حتى لو صعد الموضوع، لو انا عاوزه، لو انا في دماغي ان انا ابتدي اتكلم مثلا مع الاتحاد الدولي. كان ده من 6 شهور. لا امال الموضوع عند مين؟ عند الزمالك. مظبوط. انا كزمالك صاحب الرمه، صاحب الليله، صاحب النم، اعمل نيجيشيشن، اعمل مفاوضات، اعمل اتشقلب لو انا عاوزه حضرتك. لو انا عاوزه. لكن امطوح واجل؟ لا. جاي تقول لي النهارده الحصان قبل العربيه والعربيه قبل الحصان؟ انت عاوز محمد فاروق حفظ القاب ولا مش عاوزه؟ لا انا عاوزه. يبقى هكلم اداره الزمالك واقول لهم يا جماعه لو سمحتوا استنوا علينا نقصر. لو سمحتوا ده ما حصلش. وهل العلاقه تسمح ما بين انا سالت عليك سؤال؟ ما هو الموضوع مش لعيب عند النادي الاهلي، الموضوع هي لا كيان ومنظومه وجماهير وامور كتيره جدا، مش في كهرباء يعني ما بين الاهلي والزمالك. انا عاوزه، ما انت لعيب جامد تفرق معايا ولا لعيب محترمي في منك؟ لو انت لعيب جامد انا هحارب عشانك. صح؟ يبقى انا عاوزك، يبقى انا هخش هزق انا حد في اداره الزمالك، هتكلم في اداره الزمالك هقول لهم احنا ظروفنا 1 2 10، فاحنا محتاجين. فبدل ما الولد هو موهبه، بس للاسف وانا كان رايي فيه من الاول موهبه كانت محتاجه تتظبط تنضبط. كهربا كانت مشكلته انفلاته، كانت مشكلته دماغه. كهربا لعيب جامد جدا من هو شباب، سيادتك توعى. لا انا قلت جامد، انا قلت جداً. ان اللعيب بيقعد وبقعد بس لكن كتير. مشكله كهربا دماغه. واللعيب لما يكون دماغه اوت اوف كنترول، سامحني بقى ما تاخدش منه حاجه. اللي فرق مع محمد صلاح ايه؟ بقى محمد صلاح ايه؟ محمد صلاح بقى محمد صلاح بدماغه. دماغه صحيح. انا قابلته حضرتك صادف في قابلته والله يا استاذ انور، كنا في مساحه الجوازات قبل ما تروح بازل، قسما بالله هو واقف. قلت له كمال مدام، قلت له تعال ده محمد صلاح. قلت له يا محمد انا فلان من الاهرام، انا نصيحت ليك حاجتين بس، نفسك والاثارات يا ابن الناس. انت لعيب جامد قوي، خلي بالك حياتك صلاح ليس ربما يكون احسن محترف بره مصر. بتفق معاك، انا بقول حاجه اهو، بس صلاح احسن محترف طبق الاحتراف صح. ايوه بالظبط، وصل للطب بالدماغ وكمان مع لاعبين كمان محترفين. برافو عليك. يعني واحد محافظ على نفسه ما شاء الله لغايه دلوقتي وسط ايه ده في ليفربول وانجلترا والدنيا دي، تعال عندي وشوف. لكن انت الاهلي محتاج كهربا، عملت الكهربا، اتوسطت عند حد، كلمت حد، قلت للزمالك يا جماعه نقصت. لا انت عملت تتفرج على المشهد، والمشهد رايح يا استاذ انور ديد لوك، حاره مسدوده. طب انت هتعمل ايه؟ فحاجه من اتنين، اما تبين النيه كاهلي. انت قصدك حتى لو انت مش تدفع فلوس فدي اعمل اي موقف. انت قصدك موقف تدخل موقف. تدخل عند الاداره، تدخل هنا يا جماعه نقصت، يا جماعه نعمل. يبقى انا كنادي الاهلي طبعا قيمه كبيره. هذا اللي يكلم الاهلي، بس انا عاوزك ولا مش عاوزك. جيت سيادتك اضفت او زدت من الشعر بيت زي ما قلت ان كولر ربما ما كنتش مقتنع بيه. ما انا هحارب على ايه؟ ما انا هحارب على ايه؟ عنده لعيبه. اتس اوكي. انا هحارب على ايه بقى كنادي اهلي؟ انا مش عاوز، مش مقتنع، ومعنديش فلوس، ما انا اعمل بيه ايه؟ هل صفقه كهربا كانت صفقه جماهيريه؟ الى حد كبير ايوه كانت جماهيريه. طبعا. لا وبرضه بتدخل في اطار مهم. لا مش جماهيريه وبس، وبتدخل في اطار اللي هي علاقه الناديين القط والفار بين الاهلي والزمالك. علاقه ان ده اخد ده من عنده، فاعمل يبقى بدي ارضيه كويسه قوي الجماهير، ان يبقى احنا كسبنا جوله زي ما بيحصل. رضا عبد العال من هنا لهنا، جمال عبد الحميد من هنا لهنا، مش عارف، على مدى التاريخ دايما كان بيبقى في بين الاهلي والزمالك حته ان احنا خدنا ده من عندكم وده خدنا عندكم، وبتبقى ايه يعني بيتحدثوا بيها، ومجد طلبه وغيره على مدى تاريخ الفرقتين. يعني هي دي مشكله من المشاكل. لكن هو بالنسبه كلام ممدوح يعني ان
ان الاهلي عمل ايه او اتحرك ايه. هو كان صعب استاذ ممدوح ان الاهلي في الظروف علاقته او علاقه اداره النادي الاهلي باداره نادي الزمالك تمام. في ظل وجود وما يحيط في الوقت ده والامور الجماهيريه برضه مش هتسمح في النادي الأهلي. مش هتسمح لان اداره الاهلي هتروح تتكلم مع المستشار منصور عشان لا عشان كان العلاقه ايا كان اللاعب دوت عشان خاطر العلاقه اللي مش كويسه بين بين ادارتين الناديين تمام. فدي نقطه بس هي دي اللي بس حضرتك عايز ترد عليها دلوقتي. حضرتك بتدافع في ايه؟ بتدور على حل لايه؟ ما انتبهتش الاول حل. ما انا لو عاوزك يا كابتن محمد انا قصدك من الاول ما العقوبه وقعت يا اما في اجراء يا ابني مش هنعرف نعمل لك حاجه انت تصرف يبقى واضحه، يا اما انا هزق ناس اداره الزمالك بعيد عندها على الاهلي. ما كل في كل الطرق تؤدي الى زي ما بيقولوا الى ما اعرفش ايه روما. الى روما مظبوط كده. فانت ازق ناس اداره تكلم اداره الزمالك تكلم كذا هيحصل نوع من اللينك تفك الدنيا. لكن انا بتفرج على المشهد ما بعملش حاجه. الولد موقوف ما بستفدش منه. بس سيادتك شئنا ما شئنا فلوس موهبة. بتزيد قصدك كمان نعم الفلوس بتزيد انا استفدت ايه بقى؟ بس في نقطه ممكن في بواطن امور ممكن احنا ما كناش بنعرفها. ممكن يكون في حصلت امور زي كده. لا مش مبتدا كان هيقول لا هو في بالي بقه فوله ده كنت لها قال انت انا كابتن لا ده ممكن مبتدا بيسكت يعني قال لك اداره كلمتني. لكن الراجل قال لك ما حدش كلمني ما حدش قال لي. هو عنده حق خلي بالك مش المرتضى في الحته دي. لا هو جايب ايطالي في ملعبه بمعنى هو الراجل عنده حق في الغرامه بس كان جه في وقت من الاوقات فكره كان مستشار مرتضى منصور ان هو عايز يبقى في تعاون ما بين الاهلي والزمالك وان كان في كلام بيوصل يعني ان هيبقى جزء منها حل مشكله الكهرباء. ده حصل؟ هل انت عملت ده؟ هل انت قلت لحد يا جماعه انت وصل اداره الزمالك عطي اي حد في الاداره ويوصله للمستشار مرتضى ان في كذا كذا؟ ما حصلش. انت عمال الدنيا تزيد معاك. فانت ده بدور الحل ايه؟ طب هسالك سؤال مهم جدا. لو انت من اداره النادي الاهلي وانت عارف اداره الانديه الجماهيريه دايما بتنظر لجمهورها طبعا وتختار ان تقول لجمهورها انا هتعاون او هروح لاداره النادي الزمالك واتناقش معاه عشان كهرباء، جمهور الاهلي رد فعله هيكون عامل ازاي؟ الكلام حضرتك ما تعملش كده بقى يعني ان بابليك زي بيقولوا. لكن انت بتعمل ده ايه؟ لو الجمهور عارف بالشياك. لا انت بتعمل ده بشياكتك انت كاهلي. الاهلي طول عمره نادي برنسات مظبوط كده؟ نعم زي الشباب بتوعهم وصالح سليم ومش عارف رحمه الله عليه كابتن خطيب ربنا يديله العمر متشكرين جدا. وحضرتك طبعا من الناس من فحضرتك انت بتتكلم الاهلي بيتعامل دايما بالشياكه. طبعا يعني دي انا اتعاملت مع اداره الاهلي في حاجات كتيره شياكه. فانت شياكتك بتقول ايه؟ انت هتعمل ده انت عاوز الولد وهتساند الولد يا اما من الاول هتقول له متشكرين يا اما بتاعك. فانت عاوز الولد ما تسيبش الدنيا تهرب منك فتروح تقول كذا توسط كذا. ممكن حد في يعني منصب برضه في الرياضه كبير يتكلم مع منشار هنقصر كهرباء ممكن ينفع المنتخب في معادله يعني تبقى المفاوضات بطريق غير مباشر بالظبط كده يعني معادله خلال اطراف تانية. الجزء الهام وانتوا اتكلمتوا عليه وانا كنت بتكلم عليه حتى لو اتدفع بقى الكهرباء الكهرباء يعني هيلعب كام سنه وهيدي زي ما كان بيدي وهو صغير ولا لا؟ هو كام دلوقتي؟ 27 سنه. وهل كهرباء في الحاله اللي كان فيها في اخر فتره تسمح ان هو يلعب على لعيبه موجوده في الوقت الحالي ولا لا؟ الجزء الفني انا قصدي يا استاذ لا الجزء الفني وكان إيه واضح من 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 قبل العقوبه ديت ومن قبل اللعب ان كهرباء لاعب مودي يعني ما كانش يعني مش مكسر الدنيا في كل ماتش. ساعات بيبقى عالي قوي وساعات ما بيبقاش عالي قوي مش دايما مفيد. عمل ايه للمنتخب مصر؟ عمل ايه للنادي الاهلي؟ كهربا عمل ايه؟ يعني هل هو كان ليه فضل في بطوله معينه خدها الاهلي؟ الاهلي واخد بطولات كتيره. هل هو كان صاحب فضل في اي احنا بنقول ابو تريكه ممكن اضيف على ذاتك فلافيو بنقول مش عارف مين جيلبرتو بنقول بتاع تونس معلول يعني في ناس باين لك قوي دورها في النادي الاهلي كهربا وعدد مبارياتهم كمان يعني كهربا كهربا دور ايه الدور القوي اللي عمله؟ بنقول ساعات خالد بيبو مثلا يعني لكن ايه الحاجه الجامده قوي اللي عملها كهربا مع النادي الاهلي او مع منتخب مصر؟ مفيش. ممكن تقول عليها يا كابتن محمد استاذ عمرو بيقول عليه موهبه غير مروده بالظبط حلو الاستوجان ده كده شغال لا موهبه موهبه غير مروضه موهبه بس غير مروضه. طب انا هقول حاجه قول يا كوتش. لما النادي الاهلي كان بيجيب كهربا وكان في تواجد صالح جمعه في الوقت ده انا ما حبستش ان يبقى اتنين زي كهربا وصالح جمعه في مكان واحد
ولا في اي نادي مع بعض. لا انا بقول لك مكان واحد. انا سالت فهي فكره حصل مشاكل كتير في الوقت ده تتذكروا. كهربا وصلاح جمعه مع الشناوي والامور ما هديتش شويه غير مثلا واحد زي صالح مشي ففضل الواحد بس واحد احيانا يا فاروق بيبقى الناس اللي عندها موهبه كرويه فعلا كويسه زي صالح وزي كهربا وكده بيبقى عندها مشكله هايله يعني فوق الوصف يعني عندها مشكله في المينتاليتي بتاعتها في دماغها نفسها فما بتكملش يعني ما بتكملش لان دايما صاحبه مشاكل. هو 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 كهربا ما عملش مشاكل مع سيد عبد الحفيظ حصل مثلا ما عملش مشاكل مع لعيبه زمايله عمل ده كله وده ملحوظ للنادي الاهلي طول الوقت. هل انا كاداره النادي الاهلي ما حسيتش ان ده لاعب ممكن برغم موهبته يضرني؟ طب النتيجه في الاخر كانت ايه؟ 65 مليون جنيه مطلوبين فيه يا يبطل كوره يا يبطل. والاهلي ده حتى لو ليه دعوه وعايز يتدخل هيبقى في مساعدة. طب انا هسألك سؤال بقى مهم جدا 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 وده اللي دايما بيدور في عقلك. كهربا ليه مستحقات تمام وبالتالي المستحقات دي دايما بتدفع لعيب بيلعب تمام فعلا والنادي الاهلي عمره ما بياكل حاجه على حاجه لا خالص. هل من الطبيعي النادي الاهلي يدفع المستحقات دي لكهربا عشان يساعده في دفع غرامه؟ مش في عقد يا فندم بينه وبين حضرتك؟ في عقد بس يا فندم تلتزم بيه بس ما بيلعبش ما انت هتديه لسيادتك اوريدي دي حضرتك اللي هو النسبه بتاعته اللي هي في العقد او بتاع كويس انت بتتحمل ده عشان انت اللي جبته ما انت من اول المشهد باين قدام حضرتك انت في غرامه بقى قد كده سيادتك سايب العداد بيعد وغبر سيادتك والحسابه بتحسب. لا هو كمان في نقطه يعني هو هيديله اللي هو عقده اللي هي المرتب العقد بتاعه مش مكافئات المباريات بالظبط كده عقده حقه ما هو خلي بالك ما هو حضرتك سيدي عارفين ان العقد مقسم على حسب جزء في بدايه الموسم جزء اثناء الموسم وجزء اخر بلعبك نسبة اللعب اللي انت لعبتها تمام انت بقى بلغته حضرتك وانت عامل عقد معاه هو ما رجع ان انت دلوقتي عندك مشكله وانت سايب مشكله تتفاقم انت دخلت تحلها ما دخلتش اديله بقى فلوس ما انت عامل دي لا انت حليت له وانت مش هتديله يعني انت اللي ورطته انا اسف وانت اللي سايبه يغرق تمام. طب انت يبقى ازاي بقى يبقى انت في حاجه طب تشوف. كولر في الوقت ده انت ممكن كنا عايزين نتكلم على كولر في الوقت ده يعمل ايه هو حتى شايف ان اللعيب ده هو محتاجه يعني فنيا يعني خلي بالك يكلم بالك الاداره شوف يعني اما تتصرف انها تقسط انها مع احترامي شوف اي حاجه لان مع ذلك الاستاذ انور كهربا مش اللعيب اللي لما اشيله اقع يعني في لعيب يشيل مش كهربا زي ما سالتك كده هو مودي كهربا موهبه غير مروضه موهبه عاليه جدا لكن تلاقيه في الملعب احيانا بيبقى جامد جدا جدا واحيانا مش موجود فانا في اعتقادي مش ده اللي يوجع كولر مش ده مش اكرم توفيق مع احترامي مش اكرم توفيق مش محمد الشناوي وبحياتك يعني في لعيبه كده مش الولد بتاع البرازيل اللي جابوه سافيو ده برضو يعني في لعيب يوجعك يعني في الملعب يفرق معاك علي معلول لكن كهربا لا فانت بالتالي هتشيل بضاعه انا اسف راكده خاسره انت اللي خسران انت اللي خسرت نفسك بنفسك انت اللي حليت في الاول ومش عارف تحل في الاخر طب انت كنت فين يا عم انت فين بتتكلم في ايه انت سهل الموضوع عايم ليه قول له يا ابني مش هينفع شكرا هشوف لك حل يلم لك فلوس نطلع له المترو نلم احنا تحت امره انا بقول لحضرتك الدنيا حاجه غريبه جدا رك فلوس وانت بتتفرج طب انت بتعمل ايه كاداره واللعيبه مسجل عندك عامل ايه برضو انا هقول لك احنا ما نعرفش بواطن امور ايه اللي كان بيحصل داخل الغرف المغلقه بالزبط. في نقطه الكهرباء لكن انت وجهه نظرك برضو يعني تحترم الموضوع في النقطه دي مش عارف بقى كهرباء يعني الله يكون في عونه انا شخصيا زعلان جدا ما بحبش لعيب يقف في موقف زي كده لان الكره احنا كلاعب الكره يعني بنحبها قبل ما بنشتغلها احنا بنحبها بنشتغل حاجه بنحبها ففكره ان في يوم وليله انا مش عارف العب مش عارف امتع نفسي وامتع جمهوري واحقق وموهبه يا ريس موهبه بالظبط بالظبط انا اول مره اشوف كهربا واحنا بنتكلم يعني بجد يعني كان في نادي الزمالك وبرات سوبر في الامارات كهربا على احمد فتحي احمد فتحي ده ما بيترقصش ما بيترقص انا شفت كهربا بيرقص احمد فتحي ولو اترقص واحمد فتحي يرجع يروح مرقصه تاني قلت ايه اللعيب ده يا سلام لو جه الاهلي بحكم اهلاويتي جه بس كان في يعني الموضوع بالنسبه لكهربا كان مختلف تماما عن مكانه في الزمالك طيب
عشان يعني ما اخدش برضو وقت كبير عن كهربا احنا اتكلمنا فيها باستفاضه. خصوصا ان انت في الساعه الاولانيه اتكلمت فيها كتير. لا الحديث يعني هو يعني طبعا حديث انا يعني بزعل جدا ان اللاعب يعتزل يعني. ان واحد زي يعتزل بدري. اصابه دي بتاعت ربنا لكن تصرف ممكن يكون فيه خطا قانوني او خطا ممكن يكون هو سبب فيه دي برضه ما بتبقاش حاجه حلوه يعني. انا اعتقد واحد زي اكرم توفيق مثلا ده لعيب يستحق ان احنا نقول عليه كلمتين. بالظبط. اتفضل. يعني اكرم توفيق. اتفضل. طبعا يعني ما يختلفش اتنين على انه موهبة كبيرة جدا وفدائية وروح قتالية وكده بس أنا عايز أقول له نصيحة أخوية أو نصيحة أبوية يعني فضل. عشان ما يتكررش تكررش إصاباته الكتيرة أو الإصابات اللي بيحصلها يعني لازم يتحكم في نفسه شوية يعني لازم يضبط أدائه يعني هو حماسي جدا لدرجة بتعرضه للإصابة هو أكتر من أي حاجة تانية تمام. يعني مندفع جدا أو كده فأتمنى له طبعا الشفاء العاجل يعني وربنا يرجعه بالسلامة وزي ما رجع المرة الأولانية إن شاء الله هيرجع أفضل من الأول إن شاء الله. بس هو لعيب من يعني 7-8 لعيبة في يمكن في مصر كلها داخلا يعني الواحد بيحترمهم ويقدرهم وشايف ان هم ممكن يلعبوا في اي مكان في اوروبا. طيب هتحاول لنقطه مهمه جدا بالنسبه للناديين الكبار هتكلم على نادي الزمالك كنت بتكلم على بعض الاخبار خاصه نادي الزمالك سامسون ما بيلعبش زكريا الوردي مشي رايكم في الصفقات اللي ممكن بتيجي تبقى صفقات برضه تعتبر جماهيريه وانها على امل ان تفيد الفريق وما بتحصلش. انا اسال سؤال اتفضل مين قال انهم صفقات جامده جدا مميزه احنا سيادتك قلت استاذ انور محدش قال اللي قال مسؤول عن النادي تمام صح مين اللي قال لي مسؤول النادي دول ان دول بيست او ذا بيست اديني شهاده بكده لا هم قالوا كده انا بجيب لعيب في نادي كبير لازم يبقى جامد لا قالوا كده قالوا كده ممدوح من خلال ايه من خلال الاداء اللي شافوه مع مع الانديه اللي كانوا بيلعبوا فيها تمام بس رأي. لازم نعرف ان في فرق كبير قوي 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 بين الاداء اللي بيلعبه اللعيب مع الفرق دي واداؤه مع الاهلي والزمالك احكم بقى عليه قبل الموسم حكم يعني ما يبقاش كافي ان انا احكم ان انا خدته عشان ده لعب ماتشين ده لعب قدامي وجاب فيها جول ما الزمالك بيعمل كده والاهلي بيعمل كده ساعات في لعيب ينزل يبقى حظه حلو مع قدام الاهلي والزمالك ويجيب جوان وكده يعني يروحوا ساحبينه على طول طب ما هو ده ينفع حياتك قلت ليفربول جاب جاكوبو ده بتاع ولا طلع حد من المسؤولين بليفربول قالوا ان احنا جبنا صفقه الموسم انا ما شفتهاش حضرتك شفتها لا ما هي دي حضرتك شفتها ما دي مش عندهم خالص لا دي مش اعلان عن الصفقه صفقه كبيره يعني اعلنا الصفقه سيادتك بتجود من عندك بناء على ايه راح ليفربول ما وفقش بتاعتي مش بتاعتي ولا بتاعت حضرتك بيني وبينه ايه حضرتك اللي انت انا ما لعبتش زي حضرتك طبعا احنا لعبنا في الحواري والشباك لعبت في النادي في نقطه يا استاذ ممدوح ليفربول طلع لما جاب نونيز ايوه طلع على جايب اللي هيكسر الدنيا لا ليه بقى نونيز ايه حد يعني دفع فيه 100 مليون ولحد دلوقتي ما عملش بثلاث تعليق نونيز ليه يا فندم عشان 100 مليون مبلغ بالنسبه للسقف اللي عند ليفربول عالي لازم يخاطب الجمهور بالشكل ده بالظبط لكن لما انا اجيب 5-6 لعيب اقول احنا جبنا صفقات الموسم بامره ايه استنى عليه لما ابدا اللعيب يديني 5-6 متوشه مش هيتعلمنا كده ولا ايه مش كان بيعملوا كده معاكم في الجهاز الفني يقول لك اللعيب الاول نشوفه في الملعب صح لما اشوف اللعيب في الملعب ويديني ويعمل اثر عندي اقول ده صفقه جامده لكن انا احكم على الصفقه وانا كاداري او انا كمسؤول انا بهزر انا بهزر لا انا اللي بيني وبين حضرتك الملعب اللي بيني وبين سيادتك الملعب جبت رونالدو وراح النصر السعودي وما وفقش بس ده رونالدو انت بتتكلم في رونالدو في سكه ثانيه لكن لعيبه ممكن ما يكونش لكن لعيبه انا ما اعرفهاش جبنا زكريا الوردي لعيب هايل جبنا الولد سامسونج لعيب هايل لكن انت ما تقولش ابراهيم انا داي حتى الان ولا فين والسيسي اللي بيلعب وسيادتك عامل السيسي اللي بس انا بشوف عامل السيسي كويس يعني حضرتك يعني نص ملعب كويس المعادله بتقول ايه انا كمسؤول ما جودش انا في اهلي ما جودش انا في زمالك ما جودش انا جبت 1-2-3 دول احتياجات المدرب شكرا ما تقولش اكتر من كده اصل دول جامدين ده بيعمل نادي الزمالك جاب اكتر يعني مش احتياجات المدرب ما فريرا هو اللي طلب دي. ده بيعمل يا كابتن رد فعل سلبي عند الجمهور لما اللاعب ده ما بيقدمش فبتقول لك انت تضحك علينا فبدل ما تسمع كلمه مش لطيفه يا عم اسكت شويه وسيب اللاعب يوريني نفسه اثبت وجوده انت جامد جدا طب زكريا الوردي يعني بالنسبه له ما لحقش انت بقى سيادتك قلت قبل الموسم ده جامد جدا ده هاف ديفندر هيكسر طريق حامد متشكرين وبعدين ايه اللي حصل الولد مشي بالذنبك بس انت ما تقولش انا كجمهور انا هتصدم فيك
فبما تقول لي بعد كده جبت لك ميسي جبت لك مش عارف مش هحكم على ده خلصت ما انت كلامك عندي مش طب كده 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 نادي الزمالك محتاج يا استاذ انور في الشكل الفني اللي احنا شفناه في الماتش الاخير قدام المقاولين يعني نادي الزمالك ايه اللي محتاجه في صفقات جديده ممكن تكون في يناير والله انا كان اول مره من فتره طويله اتفرج على الاهلي والزمالك انت طبعا متابع كاس العالم بعد بعد 28 يوم كاس عالم صراحة يعني كانش الواحد كان جات له حالة تشبع مش عايز يشوف كرة وحشة ما احنا لازم برضو فجيت قلت ايه اشوف كده المقاولين والزمالك واشوف الاهلي وسموح لا الاهلي وفاركو يعني دي مش كورة يعني دي كورة تانية دي مش كورة خالص يعني لا تمرير صح ولا تمركز صح ولا ارتداد سريع ولا هجوم سريع ولا لا في ده ولا في ده لا اهلي ولا زمالك يعني واضح ان فعلا الجيلين اللي موجودين في الاهلي والزمالك دلوقتي من اسوأ الاجيال باستثناء 3 4 لعيبه في كل فرقه باستثناء دول اللي جابوهم كلهم دول ما فيهمش حد زي ما بيقولوا عليه الطلا يعني يعني وعلى فكره الحكايه دي بتحصل في الاهلي والزمالك من سنين طويله يعني كانوا دايما يتكلموا ايه جبنا فلان وفلان وفلان هيكسروا الدنيا ونبص لانهم قاعدين طول الموسم على دكه البدلاء والحقيقه هو مش الاهلي والزمالك بس ده الانديه كلها طيب يعني خليني تسمحوا لي بس معايا مداخله من كابتن اشرف خضر المدرب العام للاسماعيلي واستعداد طبعا نادي الاسماعيلي للمباراه القادمه امام نادي الزمالك كابتن اشرف تحياتي ليك تحياتي ليك ربنا يخليك كابتن فاروق تحياتي لكل الضيوف ربنا يخليك يا ابو الكباتن الماتش الجاي ماتش صعب في ظل بقى الكابتن احمد حسام ميدو والجهاز الفني الجديد استعداد انه انا عارف انتوا عاملين معسكر بقى خلاص انتوا عاملين معسكر حتى الماتش حتى المباراه وبالتالي طبعاً. يعني بالتوفيق طبعاً ان شاء الله كابتن احنا مررنا النهارده بس وبكره تدريب خفيف وان شاء الله نلعب المباراه طبعا الوقت طبعا بسيط جدا لكن احنا مقدرين فريق الزمالك فريق كبير و مباراة تبقى صعبة علينا وعليهم يعني برضه النادي الإسماعيلي بيمتلك بعيد عن ترتيبه في الجدول عامل مباراة كويسة وعندنا لعيبة إن شاء الله يعني أعتقد الفترة الجاية هيبقى في الأمور هتختلف كتير لكن هي مباراة صعبة جدا جدا خصوصا بعد تعادل الزمالك في المباراة الأخيرة مع المقاولين العرب ده صعب المباراة لكن ان شاء الله بنلعب بعقلية ايه اللي انتوا عملتوه في الوقت او هتعملوه في الوقت البسيط ده كابتن في ظل يمكن الحالة الصعبة اللي ممكن تكون فيها نادي الاسماعيلي في الفترة اللي فاتت حضرتك كابتن احمد حسام ميدو كمدير فني كابتن فاروق ما فيش حاجة تتعمل الا ان احنا النهاردة كان في محاضرة نفسية كلمنا مع اللعيبة اللعيبة حاسة وعارفة قيمة النادي الإسماعيلي وترتيبه اللي هو مش مناسب خالص لكن بالنسبة للشغل احنا زي ما بقول حضرتك عندنا النهاردة بس وعندنا بكرة تدريب خفيف كان بتتكلم كلها في تاكتيك يعني اعتقد التمرين كان بسيط يعني لكن هو كان كله بيتجه للنواحي التكتيكية يعني. هل ممكن يكون في خطط لعب جديده مختلفه عن الفتره اللي فاتت كابتن كجهاز فني جديد ولا ممكن يبقى نفس الشكل انا عارف ان ده ما بيتقالش في التلفزيون لكن يعني اكيد ممكن يكون في شكل جديد ممكن كابتن حسام ميدو يعني كنت شغال بيه انت كنت لعيب كبير يا كابتن فاروق وتعاملت مع مدربين كتار اكيد كل مدرب طبعا بيبقى يعني ليه شغله وليه نظامه وليه التكتيك اللي بيلعب فيه فاعتقد الامور هتبقى مختلفه ان شاء الله يعني. باهر ومحمد حسن موجودين يا كابتن ها اكيد موجودين دول اكيد هيفرقوا كتير جدا مع الفريق يعني. لا يفرقوا مع زمايلهم وبنراهن على الروح الجديده اللي موجوده اللي احنا لمستها من اللعيبه ان شاء الله يعملوا حاجه كويسه لنجيلهم ان شاء الله ان شاء الله كابتن خضر انا بشكر حضرتك يعني كابتن اشرف واحد من الشخصيات المحترمه جدا واكيد الاسماعيلي بعد وجود كابتن احمد حسام ميدو جماهير نادي الاسماعيلي عندها امل كبير الصراحه جهاز فني محترم كابتن اشرف خضر كابتن ايمن الجمل عبد المنصف نجوم كبيره متواجدين في الجهاز الفني الجديد لنادي الاسماعيلي ننتظر بقى مباراه جميله ما بين الفرقتين وفي نفس الوقت يعني ايه اللي يحصل بقى في الماتش ده بتاع ربنا في كره القدم طيب هطلع لفاصل نرجع بعد الفاصل نكمل مع ضيوفنا استاذ اشرف استاذ انور عبد الرب واستاذ ممدوح فهمي وكلام جميل جدا كان
يعني موجود عن كهربا، وما زلنا مستمرين مع حضراتكم والكلام عن الصفقات في الأندية ككل وليست فقط الأهلي والزمالك، لأن هي حاجة موجودة في الدوري المصري. فكرة الصفقات لازم تكون مدروسة وبشكل جيد جدا عشان تقدر تاخد المردود بتاعها. نطلع الفاصل ونكمل مع حضراتكم. كمين مع حضراتكم استاذ انور عبد الرب واستاذ ممدوح فهمي. كنا قبل الفاصل كان في مداخله مع كابتن اشرف خضر المدرب العام لفريق الاسماعيلي واستعدادهم للماتش الجاي. ماتش صعب على الاسماعيلي، ماتش صعب على الزمالك، الزمالك والتعادل، الاسماعيلي وموقفه. الاسماعيلي برضو كل سنه عنده مشكله في التوقيت ده في بدايته، قلنا من سنتين اللي بعدها هتبقى حلوه، اللي بعدها ما بتبقاش حلو، اللي بعدها بعدها برضو ما بتبقاش حلو. السنه دي الوضع يعني صعب جدا للاسماعيلي. رايك في الجهاز الفني الخاص بنادي الاسماعيلي واختيار كابتن احمد حسام ميدو استاذ ممدوح؟ انا اسال سيادتك سؤال واستاذ عمر معانا. الاسماعيلي مشكلته جهاز فني؟ مدرب؟ امال لا يا فندم. الاسماعيلي مشكلته حاجتين. اولا اداره وعدت كثيرا ولم توفي على الاطلاق في حاجات كتير. ثانيا من ساعه من الاسماعيلي تخلى عن جلده الاصلي وابنائه الاسماعيلي عامل كده. يعني طلع لي في تشكيل الاسماعيلي حاليا خمسة ستة لعيبة من أبناء الإسماعيلي. مفيش. أنت أنا جامل أتكلم معاه في النقطة دي. يعني دايما بتكلم في إيه؟ الأهلي يقول لك ابن الأهلي. مش عارف ليه؟ أنت بكامل الإسماعيلي ده مستودع بيطلع مواهب. بالظبط. ولا أنا غلطان؟ حسن عبد ربه مش عارف وأبو جريشة وأحمد فتحي ومش عارف وعماد النحاس من ساعة ما الإسماعيلي. معلش بس دول مش أبنائه. لا احمد لا مش ابناء ماشي بس دول حياتك. قصدك على عماد النحاس؟ عماد النحاس ده عماد النحاس لا بس احمد فتحي احمد فتحي ابو جريشه بدأ من الاول خالص فيه؟ اه بدأ من ده من عند اسماعيل. فانت من ساعه ما انت ما جبتش القماشه اللي تناسبك انت كنادي، النادي مش عارف يقف على رجليه. احنا مش بنتكلم الموسم ده ولا الموسم اللي فات ولا قبليه، والاداره شايفه ما حدش بيتحرك. انت النهارده فين قطاع الناشئين اللي بتتكلم عنه؟ انت معايا قد كده في قطاع الناشئين؟ فين اللعيبه اللي عندك؟ جبت صفقات، الصفقات دي لو كانت عيار رقم واحد او بلغه الدهب عيار 21 تفرق معاك. انت جبت 20 لعيب طلع لي لعيب واحد فرق معاك. مفيش مشكله اسماعيل مش يجيب حسام ميدو ويحط احمد الجمل قبل حضرتك او يجيب قبل سيادتك او لا خالص. مشكله الاداره تبقى يعني محترمه حاكمه متوفي بالالتزامات اللي عليها بلس يبقى عندك انت من تحت كده قاعده ابني عليها. ابن النادي في الاسماعيلي في الانديه الجماهيريه ابن النادي يفرق معاك. تمام. مع الاهلي ابن النادي يفرق معاك. صحيح. مع الزمالك ابن النادي يفرق معاك. مع الاسماعيلي والمصري مشكله اكبر من الاداره يا مندوب. لا ايه يعني جاي يعني احمد حسام ميدو جاي لا شايفين هو مش هيعمل اضافه يعني مثلا هياخد وقت. لا المشكله يعني هي الاداره مثلا، لكن المشكله ماديه في المقام الاول يعني. بس اداره واحد ما عندهمش امكانيات يعني كنادي اسماعيلي ما عندوش امكانيات كافيه ان هو يقدر يتحرك بمرونه في اطار ان هو يجيب احسن صفقات ممكنه. ما عندوش دوت لان ما عندوش فلوس يعني، ودي مشكله بيعاني منها كتير من الانديه الشعبيه زي الاتحاد والمصري وكده. لكن ده المصري دلوقتي لا يعني فدي مشكله. لا مش باداره وبس. اداره مع المشكله الماديه اللي هي الطاحنه اللي بتخليهم مش قادرين يجيبوا اللي هم عايزينه يعني. طب متاكد كلامنا؟ طب انت مش قادر تجيب تعمل ايه يا كابتن فاروق؟ طلع لي خمس سته من تحت، طلع لي تلاته اربعه من تحت شيل الفريق. لازم تعتمد اكتر يعني انت معكش فلوس. احترم ده كله وقول يا جماعه امكانيات احنا معناش معانا خمسه قروش مش هيكفي. احترم طلع لي من تحت بقى. انت مش عندك بتاع ناشئين؟ لا وفكره كمان تروح تجيب صفقات امبارح يا ناس تبقى فوق طاقتك يعني. ليفربول امبارح بيلعب مين يا فندم؟ لعيب عنده كام سنه؟ 17 سنه اللي هو حاجه فيتشي كده. بس سيادتك صح ولا غلط؟ يبقى انت كيورجن كلوب عملت ايه؟ عندي صلاح وعندي ما اعرفش نونيز وعندي كذا. ده مش لعيبه بس، ده جاب جون اول ما نزل. الله يفتح على حضرتك. يبقى انا بتكلم في ايه؟ جاب جون اول ما نزل. انت طلع لي من تحت، طلع لي من تحت بقى 2 3 4 ازقهم. لما يجي الجمهور يتكلم لا ما انا ببني فريق، ما انا بعمل فريق، يبقى انا مش بقع كمان وما عنديش فريق. معادله غلط. بس هي المشكله ان ممكن يكون برضه قطاع الناشئين عنده مش على درجه من خلي بالك بقى ممكن نتكلم فيها بشكل كبير. قطاعات الناشئين كلها في الانديه دلوقتي الاسهل والافضل بالنسبه للانديه ان انا بروح اشتري من بره، وللاسف بجيب فوق طاقتي في الجانب المادي، فيبقى عليا
ضغوط مادية، لأن أنا بدفع مستحقات اللعيبة دي وهي أصلا يعني أنا مش قادر أدفعها. طب أنا بروح حاطط السقف ده ليه؟ دي مشكلة كبيرة. فبدل ما أنا أروح أنا أشتري بالفلوس دي كلها، ما أنا فعلا عندي قطاعات ناشئين. قولي يمكن نادي الزمالك بس والأهلي عنده النقطة دي، وكمان مش بنفس الشكل أيام زمان لو تفتكر يا أستاذ أنور. أيوة. إحنا كنا بنطلع كل سنة مثلا 7 8 9 10 لاعبين في كل مركز قطاع من القطاع للفريق الأول. دلوقتي الوضع اختلف تماما بالنسبة لي الأندية وفكرك نفسه في عملية الشراء وتصعيد ناشئين، وبالتالي يعني نتمنى الوضع ده يختلف. على فكرة ما أنا هرجع لكم بقى لكأس العالم، لأن أصلا هسألكم مصر ممكن تروح يعني للمنطقة اللي راحتها المغرب في اللي احنا شفناه ده في كأس العالم ازاي وامتى؟ فهترجع اكيد هتقول لي اللعيب، نموذج اللعيب المغربي اللي احنا شفناه في من حيث الانضباط والاحترافية والعقلية اللي هي فاهمة كرة صح، والمدربين اللي بيقدروا يعملوا تكتيكس كويس ويعملوا خطط كويسة تكسبهم او كده. المنتخب مصر يعني جه عليه او تعاقب عليه 3-4 مدربين في خلال مثلا العشر سنين الاخرانيين كمنتخب. واحد كان نزعته دفاعية بحتة اللي هو كوبر يعني اكتب كوبر، وكمل بعديه كمان برضو حتى اجيري، بس هو كان بيجي يقول لك برضو الخامة اللي عندي، لا الخامة اللي عندنا يعني اديني 5-6-7-8 اذا صلاح هلعب دفاع، لا الخامه اللي عندنا كانت كويسه، وده ظهر في كاس الامم الافريقيه اللي هو وصل فيها النهائي كوبر نفسه. كوبر كانت فرقه فيها لعيبه كويسين جدا يعني مش وحشين يعني ما نقدر نعتمد عليهم. بس المهم هي المشكله فاروق المنظومه كلها عايزه تتظبط، يعني الفساد فيها بقى كبير قوي يعني تحس كده يعني الاتحاد الكوره قايم بمهامه او بدوره كما ينبغي، ولا الحكام قايمين بدورهم كما ينبغي، ولا حتى الفار اللي جابوه جديد ده لا عارفين يشغلوه ولا عارفين يعني حتى يعملوا الخط صح بتاع تحديد الاوفسايد او التسلل. حاجات كتيره يعني المنظومه كلها. انت كاس عالم مأثر عليك استاذ؟ لا انا بقول لك انا قعدت اتفرجت على الاهلي والزمالك وهما بيلعبوا المقاولين وسموحه، زعلت قوي يعني. قلت يا نهار ابيض، يعني انا خلصت ده 64 ماتش بتفرج عليهم من اول دقيقه الماتش بشدك، عمري ما شفت في كاس العالم قبل كده، وانا شايف كاسات عالم كتير، ان دور المجموعات يبقى بهذه الاثاره لحد ثالث ماتش ما تعرفش مين اللي هيصعد ومين اللي مش هيصعد. فرقه بتكسب وتخرج، فرقه بتخسر وتدخل. صحيح، ده ما حصلش قبل كده يعني. فعلا يعني شابو لقطر يعني وللتنظيم ولكل حاجه هناك، والجزء الفني بقى للمنتخبات، والجزء الفني للمنتخبات. بس الموضوع عايز يضيف حاجه حياتك، مين مسك ركراكي جه بعد خليلزيتش بقد ايه؟ 6 شهور؟ مفيش. 4 شهور؟ مفيش. معنى كده ان انت قبل البطوله بشهرين. معنى كده انت عندك ايه؟ عندك القاعده، عندك التشكيل، عندك المنظومه، عندك مجموعه لعيبه. لو انت خدت من اول بونو اللي هو فعلا يستحق لقب بونو فعلا، ولد حزمان، لغايه اخر لعيب فيهم اللي هو الولد المهاجم ده بتاعهم الممتاز قوي، مين؟ يوسف نصيري. وزياش ومش عارف اشرف بن حكيم، كل دول في انديه ايه يا كابتن فاروق؟ انديه جامده جدا صح؟ دول عندهم خبره الاحتكاك اللي بره. انت عندك كام لعيب دولي احتك بره؟ انت بتلعب مع المنتخبات الافريقيه، انا اسف، فترات عامل زرفان المزعور واقف ورا ما بتدافعش، لكن دي اولاد المنتاليتي بتاعهم احتراف، احتك بميسي واحتك بفلان، فعنده روح بطوله، عنده شجاعه منافسه. ده مش عندك انت، سقفك اهلي وزمالك، سقفك هنا ان انت تنافس على دوري الكاس، وده غلط. دي لازم تعمل احتراف، طلع لعيبه بره، تحترف لعيبه بره. محمد صلاح ايقونه بتاعتنا، احسن لعيب فيك يا مصر، واحسن لعيب فيك يا افريقيا، واحسن في العالم. لكن هل محمد صلاح لوحده هيشيل المنتخب؟ لا طبعا. يبقى انا بهزر. هو ميسي، هو منتخب المغرب نجح عشان هم مجموعه التوليفه كلها. هو ميسي خد وحده كاس العالم؟ لا جنبه سيموس. هو كان مؤثر بشكل كبير، 50% ميسي، بس 50% بقى ايه؟ فابتدى عشان تبقى تعمل ده يبقى عندك وبس. انا 6-7 مينيمم جنب ده يسند. تمام صح. ده التالت جانب. حاجه كمان، المدرب نفسه اللي هو الركراكي ده
اصلا لعب كتير بره، يعني لعب يعني هو ودرب بره ودرب بره وخد دراسات كبيره جدا، وكان يمكن يمكن كان زميل اوليفييه جيرو بتاع فرنسا في فرقه صحيح. من الفرق قبل كده وكده، فيعني واحد عقليته برضه اوروبيه يعني، فعارف الاحتراف وازاي احنا عايزين عقليتنا الاوروبيه تبقى موجوده في الكوره بس الصراحه يعني ما تبقاش في حته ثانيه. طيب انا للاسف وقت بينتهي وعندي فقره نمبر 1 هناخدها مع حضراتكم. ماشي نبتديها باول واحده كده، افضل لاعب في كاس العالم ميسي ولا مبابي ولا مودريتش؟ والله يا جماعه انا هزعل قوي لو حد قال حاجه غير اللي في دماغي، اكيد طبعا ميسي مبابي. انا نهرج يا جماعه مودريتش بالترتيب يعني ميسي مبابي مودريتش. بمناسبه ميسي هو ده الترتيب اللي قلت امبارح ان ميسي بيقترب من البالون دور الثامنه بالنسبه له وفي يعني في جائزه فريده بتتعمل كل 30 سنه مجله فرانس فوتبول بتعملها، خد يعني للسوبر بالون دور مرشح ان هو ياخدها او تتعمل بقى اللي هي بتتعمل نسبه للانجازات اللي عملها والبطولات على مدى مشواره كله يعني كل ده. هو اللي انا عايز برضه اقوله بالنسبه لميسي وكده، انت لو لاحظت ان هما الاثنين من مبابي وميسي ده يعني لو ما كانش ميسي هداف البطوله افضل لاعب في البطوله كان هيبقى مبابي، ولو ما كانش مبابي كان هداف البطولة كان هيبقى هو هداف، لان هما الاثنين بصراحه عملوا يعني كاس عالم ممتازه ومعاهم مودريتش للامانه يعني. صحيح. طيب لاعب كان مفاجاه في المونديال، عز الدين اوناحي، سفيان مرابط، جيرو. لا اوناحي اوناحي ومرابط اوناحي ومرابط واحد ده مرابط. لا يبقى هما الاثنين على نفس المستوى بس مرابط قلت مرابط مرابط عامل كاس افضل حارس في المونديال، مارتينيز، بونو، ليفاكوفيتش. مارتينيز بس بعيد عن الحركه اللي عملها دي، وبعدين طبعا لا عظيم، وبعدين وبعدين بونو والولد الاخير. هو يعني انت بالنسبه لك مارتينيز مارتينيز. طيب افضل مدرب في المونديال، سكالوني، ركراجي، داليتش. باللي حصل يعني واخدان كاس العالم بالنسبه للارجنتين يبقى سكالوني. سكالوني في حته تانية خالص، سكالوني كوبا امريكا، سكالوني شاب عنده حاجه 40 سنه، سكالوني عمل لميسي 44 سنه عمل لميسي ما اتعملش. ده نقطه كمان غير كده يعني على السريع برضه، سكالوني ما اشتغلش مدير فني طول عمره قبل كده خالص. مساعد كان مساعد لسامباولي اللي هو مشوه لما تخرجهم من كاس العالم 18 روسيا، فمكان فمشوه يعني، فهو ما اشتغلش مدير فني الا مع المنتخب الارجنتيني، ومن ساعه ما لعب ما خسرش خالص تقريبا لحد على مدى سنتين الا اللي بتاعت السعوديه او اللي هي بتاعت السعوديه. بس افضل لاعب شاب في المونديال، بيلينغهام ولا جاكبو ولا تشاوميني؟ اعتقد بيلينغهام كان كويس قوي. بيلينغهام كان كويس جدا يعني على فكره كذا فرقه بتنافس عليه عشان تاخده. بيلينغهام اوكي تمام. من وجهه نظركم اكبر مفاجاه في المونديال كانت فوز السعوديه على الارجنتين ولا تونس على فرنسا ولا تاهل المغرب للمربع الذهبي؟ لا السعوديه لا تاهل المغرب. السعوديه على الارجنتين. لا استاذ انور لا فوز السعوديه على الارجنتين. استاذ ممدوح لا تاهل المغرب للمربع، لان ده كان استحاله حد يفكر فيها خالص يعني. لكن المغرب بادائه من بدايه البطوله يديك ايحاء بان انت متعشم ان هو يكمل. لا بس برضه انا مفاجاه رهيبه الصراحه للمغرب. طيب لاعب خايب الامال فين، مونديال دي بروين ولا ساني ولا جاريس بيل؟ لا جاريس بيل بخيب الامال على طول من زمان يعني. خلينا في دي بروين والتاني، هو دي بروين دي بروين ده اللي بيعمله في السيتي ما بنشوفوش خالص في المنتخب يعني. طيب مدرب لم يستغل امكانيات منتخبه، تيتي برازيل هو ده، ساوث جيت ولا هانز فليك؟ لا تيتي تيتي طبعا الله يسامحه برازيليين انتوا. لا انا عشاق البرازيل. بتشجع البرازيل جدا بعد كده شجعت الارجنتين بعد لا لا انا شجعت ما شجعتوش حد. لا لا انا بعد البرازيل شجعت طبعا المغرب وبعدين الارجنتين عشان ميسي بس. هو انا في المباراه النهائيه ما سالوني بتتوقع يعني مين اللي كده، فقلت لهم اتمنى ان فرنسا تكسب بحكم الثقافه لكن اتوقع فوز الارجنتين. تمام استاذ ممدوح بشكرك ونورت وشرفت. ازيك يا كابتن؟ ربنا يخليك. شرفت دايما يعني نكون موجودين على خير. بشكركم شكرا جزيلا. هي بس افكركم بمباراه بكره في الدوري الممتاز بدايه من الساعه 3 الا ربع في مباراه ام بي والداخليه، ثم الساعه 5 فاركو وفيوتشر في نفس التوقيت هتكون طلائع الجيش وحرس الحدود،
واخر مباراه بكره ان شاء الله هتكون الساعه 7 سيراميكا كليوباترا والاهلي. بشكرك يا طلعت، شكرا جزيلا طلعت مخرجنا، اشكركم وتصبحوا على خير.